أعزائي المشاهدين، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا. نحن الآن بضيافة رجل الأعمال أحمد مفلح الأزايدة، صاحب مركز أحمد الحلايبة للأخبار والخدمات المركزية. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. نحب نعرف السادة المشاهدين تعريف البطاقة الشخصية ومتى تأسس المركز. أحمد مفلح الحلايبة الأزايدة، أسست هذا المحل عام 2004 ولا زال يعمل حتى الآن كما ترون، والحمد لله الموضوع ماشي، الأمور ماشية، الأوضاع الاقتصادية ممتازة، كل الأمور ماشية حتى الآن تمام بإذن الله. الحمد لله بالتوفيق. أستاذ أحمد، أنتم أشهر من أنتم في هذه القطاع، بنحب نعرف السادة المشاهدين ما هي الخدمات اللي تقدموها بهذا المركز. خدماتنا في هذا المحل كما ترون تخصصنا الرئيسي أحبار الطابعات وصيانة الطابعات وكل شيء يخص الطابعات، بالإضافة إلى الطباعة الملونة والتصوير الملون وما إلى ذلك من خدمات طلابية برضو. نعم. أستاذ أحمد، أي مؤسسة، أي مشروع إلى آخره إلا ما يواجه صعوبات ومشاكل، شو بتواجه صعوبات ومشاكل في العمل؟ والله لا يوجد مشاكل كبيرة في هذا المجال بالنسبة إلي أنا شخصيا، ولكن يعني لابد من بعض الصعوبات التي تواجهنا كغلاء المحلات وبعض الركود الاقتصادي في مش عارف هو في البلد ولا في المنطقة أو في هذه المحافظة، يعني بعض الركود، ولكن الأمور بشكل عام يعني تسير بشكل جيد إن شاء الله بالتوفيق. أستاذ أحمد، أي واحد يطمح يكون المستقبل أحسن وأحسن، ما هي الرؤية المستقبلية لديكم؟ والله نتمنى أن يزدهر هذا القطاع كما باقي القطاعات، ويعني بيكون في وضع اقتصادي ممتاز وجيد وما إلى ذلك يعني إن شاء الله بالتوفيق. أستاذ أحمد، إحنا بنعم نعمة أمن وأمان الحمد لله، شو بتوجه رسالة لجلالة الملك عبد الله والقيادة الهاشمية؟ والله الهاشميون وعلى رأسهم جلالة الملك نشكرهم جزيل الشكر على نعمة الأمن والأمان وعلى نعمة الاستقرار وعلى نعمة المعيشة الفضلة، والحمد لله الأمور ممتازة عندنا هون الحمد لله يا رب. أستاذ أحمد، لو حالفك الحظ قبل جلالة الملك عبد الله، شو بتحب تحكي له؟ والله كل واحد بحب دائما أنه يتكلم عن القطاع الذي ينتمي إليه. أنا من قطاع المتقاعدين العسكريين، أتمنى من سيدي صاحب الجلالة بنظرة خاصة للمتقاعدين العسكريين، إنه واحد مثلاً بده يشتري ماكنة غالية كبيرة 20,000 15,000 ما بقدر يشتريها، إحنا خاصة إحنا المتقاعدين، يا ريت بس في نوع من الإعفاء من الجمارك والضرائب وما إلى ذلك من هذه الأمور إن شاء الله يا رب. أستاذ أحمد، بحب نعرف السادة المشاهدين أين موقع المركز وأرقام الهاتف. موقع المركز كما أنتم موجودين فيه في محافظة مادبة قرب إشارات المحافظة خلف صيدلية جوانا، وهاتف المركز 0372204268. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم في جزيل الشكر للأستاذ أحمد مفلح الأزايدة على حسن والعماني والكرم.